صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي. النهارده جاي لكم بخمس معلومات مهمين جدا 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 للمصورين المبتدئين. هم انت لو شخص عايز تخش مجال التصوير الفوتوغرافي فانت محتاج ايه بالظبط عشان تخش مجال التصوير الفوتوغرافي وتنجح فيه ان شاء الله. اول حاجه اتعلم مبادئ واساسيات التصوير الفوتوغرافي، وده بيتم عن انك شخص بتحب تقعد قدام شخص تاني يعلمك اساسيات ومبادئ التصوير الفوتوغرافي وجها لوجه وانت قاعد قدامه، ولا انت شخص بتحب تسمع بس ما بتتفرجش، انك بتحب تسمع الشخص اللي بيتكلم قدامك، وده بيتم عن طريق اليوتيوب او انك تجيب يوتيوبر انت بتحب تسمعه او انت بتحب تفهمه وتبدأ تتابعه على طول اول باول، وده بيأهلك انك تبقى فاهم انت هتخش مجال التصوير. تمام. تاني حاجة، جرب تخش كل مجالات التصوير وتجرب فيها. هل انت هتتخصص في ايه؟ جرب تخش تصور اكل، تصور فاشون، تصور افراح، تصور لاندسكيب، تصور كل مجالات التصوير عشان تبقى فاهم انت جربت ده وده 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 انت نجحت او اجتهدت في ايه. فبالتالي انت وقتها هتعرف تحدد انت هتتظبط في ايه، وبناء على ده انت هتعرف بقى بعد كده هتكمل في اللاندسكيب ولا الاكل ولا الفاشون، ولا هتكمل في انك تصور افراح. ركز على مجال او مجالين من اللي انت هتخشهم، وبناء على ده انت هتجيب المعدات اللازمة لكل مجال في ده، من حيث الكاميرا واللينسز الستاند وحدات الإضاءة. كل مجال بيحتاج معدات معينة، المعدات دي هي اللي هتخليك متميز وسط عدد كبير جدا جدا من المصورين في كل مجال. فبالتالي انت محتاج لكل مجال من ده معدات معينة بحيث استخدامها يكون للمجال ده بس، ما ينفعش تجيب معدات واحدة تبقى تستخدمها في الاكل والفاشون والافراح واللاندسكيب، ما ينفعش، استحالة تستخدم نفس المعدات في كل المجالات. لازم كل مجال معين يبقى ليه معدات معينة، المعدات دي هي اللي هتخليك متميز وسط ناس كتير جدا جدا في مجالك. فئة كبيرة جدا جدا من المصورين في نفس المجال او في نفس الحتة اللي انت هتحط فيها. انت مثلا لو من مدينة فانت بتقابل عدد كبير جدا جدا من المصورين، منه الهاوي ومن المبتدئ ومنه المحترف، فانت لازم تبقى تحط نفسك في حتة كويسة بالمعدات باللي انت هتتدرب عليه. فبالتالي انت هتبقى حاجة كويسة جدا جدا بعد تدريبك، وانك تفهم اللي انت بتتمرن منه كويس جدا جدا جدا. اتمرن 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 كتير في المجال اللي هتخصص فيه، لان اي مجال في مجال التصوير فانت بتنافس. لازم تحدد هدفك كويس جدا من انك هتشتغل في مجال وليكن تصوير الافراح، فانت محتاج تشوف هل انت هتشتغل كهاوي ولا هتبقى فول تايم، يعني هتشتغل دوام كامل في نفس المجال. لو انت مثلا هتبقى هاوي للمجال فانت مش محتاج تأبجريد كل شوية للمعدات بتاعتك، انت مش محتاج تاخد كورسز، انت مش محتاج اي حاجة، انت محتاج بس انك تصور صورة كويسة تعجبك تعجب الناس اللي بيحبوك بس. فانت كده مش هتبقى محترف في المجال، انت شخص هاوي حابب تصور بس، انت حابب تمسك كاميرا تصور بيها، وده ما بيتوقفش خالص على انك يبقى عندك كاميرا عشان تصور. لا، انت ممكن تصور بالموبايل، انت ممكن تبدأ بأي حاجة بس تطلع لك صورة تعجبك او تعجب عينيك، فبالتالي تعجب الناس اللي حواليك. تمام. اما لو انت هتبقى فوتوغرافر محترف او انك هتبقى واخدها فول تايم او هتبقى واخدها كشغلانة رسمية ليك، فبالتالي انت محتاج تأبجريد لنفسك وتأبجريد للعدة بتاعتك بحيث تبقى انت مدرك كل اللي بيحصل حواليك، وكل ما انت بتطور اكتر كل ما بتطلع كواليتي افضل بكتير جدا جدا من الاول، او كل ما انت بتقدم وكل ما المدى بتاعك خلاص انت بقالك بقى مثلا وليكن سنه في التصوير، فانت مش زي من سنه، انت بقى دلوقتي خلاص انت فهمت يعني ايه اساسيات، يعني ايه مثلث تعريض، فتحه عدسه وشطر وايزو. فانت بالتالي مدرك انك من سنه كنت بتطلع نتيجه ودلوقتي بتطلع نتيجه افضل، او من سنه انت ما كنتش عارف اصلا هجيب ايه بالفلوس اللي معايا
فدلوقتي انت تقدر تحدد انت محتاج ايه من سواء من الكاميرا او اللينسز او وحدات اضاءه، فانت وقتها تقدر تحدد انت محتاج ايه. وبرضو لو انت هتشتغل فول تايم في مجال التصوير الفوتوغرافي، فانت بالتالي انت هتحدد هدف انت عاوز ايه بالظبط. هل انت داخله عشان تصور صور وتعجب الناس، ولا داخله شغل بحيث ان يجيلك منه عائد مادي؟ وقتها انت مفروض تحدد انت هيجيلك منه عائد مادي قد ايه. تمام، خليك مدرك انك داخله عشان كده شغل، فبالتالي انت لازم تتابع كل تركاية تنزل جديدة في المجال بحيث انك تبقى متميز. تمام، لازم تبقى متميز في الحاجة اللي انت فيها عشان انت هيقابلك فئة كبيرة جدا 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 من المصورين. فبالتالي ليه العميل هيسيب المحترف ويجي للمبتدئ او يجي لحضرتك؟ تمام، فانت اللي يميزك، اللي يميزك انك متدرب على كل حاجة، مش شرط انك تخصص فيها في الاول، لا انت اتعلمت كل حاجة. فبالتالي لما يجيلك مثلا تصوير فود، فانت مدرك انت هتستخدم ايه في الفود. وقتها لو انت مش معاك معدات، فبالتالي انت فاهم انت هتعمل ايه. ممكن بالمعدات اللي معاك انت تقدر تستخدمها في كذا حاجة، تقدر توثق او تظبط انت محتاج ايه هنا وايه هنا وايه هنا عشان تطلع البروجيكتور بتاعك كويس جدا جدا جدا. لازم 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 عشان تخش مجال التصوير الفوتوغرافي وتنجح فيه كشغل، انت محتاج تحسن علاقاتك. تحسن علاقاتك باقصى طريقه عندك، باقصى طريقه. ازاي؟ بانك تروح لحد مثلا وليكن عريس قدامه مثلا شهرين ثلاثه وهيتجوز، فانت ممكن تقترح عليه انك تصوره في اليوم بتاعه او توثق له اليوم بتاعه بعائد بسيط جدا جدا، مقابل انك تعمل بورتفوليو لنفسك. وفي نفس الوقت حد من اللي موجودين في الفرح شافك وهو فرحه فاضل عليه شهرين ثلاثة برضه، فبالتالي هو هيبقى محتاج فوتوغرافر، فممكن لما يشوفك يجيبك برضه بعائد مادي بسيط. واحدة 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 هتلاقي ان كل الناس عرفتك، وقتها تقدر تقرر انت محتاج ايه بالظبط من المجال وتوثق كل اللي انت نفسك فيه. وربنا يوفقك يا رب. لو الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل الفيديوهات الجديدة. ولو الفيديو عجبك مش تنسى تحط لايك تحت. ايوه تحط لايك تحت. السلام عليكم.